بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات المستوى الثالث الثانوي، يسعدني أن أرحب بكم اليوم في درس جديد من علوم البيئة، وسنتحدث اليوم عن تلوث الماء. أهدافنا لهذا اليوم أعزائي، سنتناول ثلاثة أهداف. سنتحدث عن العلاقة بين تلوث الماء والأمراض، ونحدد الأنواع الرئيسية التي تلوث الماء، وأخيرا سنتحدث عن المواد الكيميائية السامة التي تسبب هذا التلوث. فلنبدأ بإذن الله تعالى. بالنسبة لتلوث المياه، المياه أعزائي تتلوث من خلال أولاً إلقاء النفايات في المياه. فمثلاً بعض المصانع والبشر وما إلى ذلك يلقون نفاياتهم في المياه العذبة مثل الأنهار، أو المياه المالحة مثل البحار والمحيطات. فهذا يؤدي إلى تلوثها بمصادر متعددة مثل الكائنات الحية الدقيقة، المركبات العضوية، المركبات الغير عضوية، وهذه سنأخذها بالتفصيل بإذن الله تعالى خلال درس اليوم. وهذه الكائنات أو المركبات العضوية والغير عضوية تساهم في انتشار الأوبئة والأمراض في هذا المجتمع، يعني من خلال الماء تصل هذه الأوبئة إلى المجتمع. هناك عدة أنواع للملوثات المياه، فلدينا هنا ملوثات بيولوجية وملوثات كيميائية. بيولوجية هي عبارة عن ملوثات ناتجة عن كائنات حية دقيقة، مثلا مياه الصرف الصحي. مياه الصرف الصحي تكون معبأة بالكائنات الحية الدقيقة. وكذلك لدينا ملوثات كيميائية، وتنقسم إلى نوعين: مركبات عضوية ومركبات غير عضوية. سنتناولهم بالتفصيل بإذن الله تعالى جميع هذه الأنواع. ومن أهم الملوثات التي تلوث الماء أعزائي هي الكائنات الحية الدقيقة كما ذكرنا. والكائنات الحية الدقيقة هي عبارة عن الطفيليات، البكتيريا، وحتى الفيروسات. هذه عبارة عن كائنات حية دقيقة. ممكن هذه الكائنات الحية تدخل في الماء وتسبب تلوثها، وهذه هذا الماء الملوث يسبب انتشار الأوبئة والأمراض مثل الكوليرا والتيفوئيد، لأن معظم الكائنات الحية الدقيقة معظمها يعيش دورات حياته داخل الماء، فبالتالي يصبح الماء ملوثا. مياه الصرف الصحي من أهم المناطق التي يوجد فيها ماء ملوث. فمياه الصرف الصحي عادة تنتج من أنشطة الإنسان المختلفة وكذلك المصانع. في الدول النامية يتم فورا التخلص منها، في الدول النامية عفوا أي الدول الفقيرة يتم التخلص من مياه الصرف الصحي فورا إلى البحر فورا من غير أي معالجة. ولكن في الدول المتقدمة يتم معالجة هذه المياه قبل التخلص منها. فكيف تتم هذه المعالجة؟ أولا معالجة مياه الصرف الصحي تبدأ أولا بنقل مياه الصرف الصحي إلى محطات لمعالجة هذه المياه، وتبدأ تمر المياه عبر شبكة من الأنابيب في محطة معالجة مياه الصرف الصحي، ويتم ترشيحها عن الملوثات وإضافة بعض المواد الكيميائية لها وما إلى ذلك حتى تصبح صالحة لإعادة الاستخدام، أو أحيانا لرميها في البحر بشكل آمن جدا. ولكن هناك بعض الإشكاليات تحدث في هذه المناطق. فمثلا عند حدوث الأمطار أو السيول أو الفيضانات، هذه كلها تغمر مياه الصرف الصحي، فتقوم مياه الصرف الصحي بالفوران أو الفيضان وتنتقل عبر الأرجاء وتلوث المناطق الكثيرة معها، وتساعد أيضا على انتشار الأوبئة. هذا بالنسبة لمياه الصرف الصحي كمخلفات بيولوجية. أما المخلفات الكيميائية كما ذكرنا سابقا بنوعيها، المخلفات أو المركبات العضوية والمركبات الغير عضوية.
المركبات الغير العضوية هي الفلزات الثقيلة، الأسمدة الغير عضوية التي تحتوي على الفوسفات والنايت والنترات، هذه كلها ملوثات غير عضوية. الملوثات العضوية تكون عادة ناتجة عن كائنات حية، فيتم تحضيرها في المختبرات مثل الأسمدة العضوية، الجازولين، الزيوت، هذه كلها عبارة عن مركبات عضوية وتسبب في تلوث المياه بشكل كبير. وهكذا أحبائي انهينا درس اليوم عن تلوث الماء، أتمنى أن يكون درسا خفيفا بسيطا عليكم، ألقاكم بإذن الله تعالى مرة أخرى، تحياتي لكم.